كريستوف باوا سيعرفنا على سيارة كابريولي فخمة من زمن ما قبل الحرب العالمية الثانية. فلترفع الستارة لهورش 930 في. عندما ظهرت في الأسواق عام 37 كان قطاع السيارات الألماني غارقا في الأزمة. في عام 37 لم يكن الوضع الاقتصادي في ألمانيا جيداً، فقد كان الاستعداد للحرب على أشده، ووجهت الموارد الشحيحة أصلاً إلى التعزيزات العسكرية بلا رحمة، وكان الاقتصاد ينزف، ولم يكن الوقت مناسباً لأن تطلق في الأسواق سيارة ليموزين فاخرة مثل هورش 930 في. بثماني اسطوانات وطول 5 أمتار تقريباً ووزن أصلي يقترب من طنين، أرقام هورش 930 في تدعو للاحترام تماماً مثل سعرها جديدة آنذاك. 10,100 مارك لهذه السيارة الكابريو، وللمقارنة كان سعر أوبل كابيتين الكابريو 4,300 مارك، أي أقل من النصف. ورغم ذلك كانت مبيعات هورش جيدة، وأنتج منها حتى عام 40 حوالي 2,000 سيارة معظمها كابريو. الفخامة من تقاليد هورش، ففي عام 1899 أسس المهندس أوغوست هورش في كولونيا ماركة سيارات خاصة به، ثم انتقلت الشركة إلى تسفيكاو عام 1904. بعدها ب5 سنوات ترك هورش الشركة بسبب مشاحنات داخلية، وحملت شركته الجديدة اسم أودي، وهي الترجمة اللاتينية لكلمة هورش. في عام 32 اندمجت شركة هورش مع أودي وباندغا ودي كاف دابليو مكونة اتحادا رباعيا لصناعة السيارات. تحت غطاء محرك السيارات هورش توجد نسخة مطورة من أول محرك هورش في 930، وكانت موجهة للمبتدئين، وهو محرك ألماني ثماني الأسطوانات بدأ تصنيعه في عام 33، وكان حينها يقدم أداء محترما. في الأصل كانت هورش مصممة كسيارة ليموزين كلاسيكية ليقودها سائق خاص، لكن العديد منها كهذه هنا صنعت بقاعدة عجلات قصيرة ليقودها صاحبها بنفسه، لأن قيادتها ممتعة. محركها ثماني الأسطوانات بسعة 3.8 لتر وقوة 92 حصاناً يسير حتى اليوم بثقة كبيرة. أكثر من 20% من السيارات المسجلة جديداً عام 38 بسعة 3 إلى 4 لتر كانت من هورش، وفي الفئة الفخمة كانت الريادة لهورش. منافستها الرئيسية في الثلاثينيات كانت مرسيدس طبعاً، لكنها بسبب عدد الأحصنة والسعر كانت تنتمي إلى فئة أخرى. أهم ميزة في هورش رونقها الهادئ، فلا توجد بهرجة أو مؤثرات لا قيمة لها، لذلك جاءت قوية وهادئة وبهيكل كابريو مخصوص. أما مستوى الصناعة ففخم طبعاً من دون شك. أجود أنواع الجلود والخشب، وسقف سهل الاستخدام جدا على غير المعتاد آنذاك، بل ومانع لتسرب المياه أيضا. صحيح أن علامة أودي بدوائر اتحاد السيارات الأربعة مثبتة على فتحة التهوية، إلا أن الوضع الخاص لهورش تم تأكيده بوضع شعار الشركة الذي هو حرف H متوج 10 مرات تقريباً على الليموزين. سواء ببابين أو 4 بـ6 مقاعد أو 4 بسقف أو بدون سقف، كانت هناك تشكيلة كبيرة في هيكل السيارة. عندما يدفع الزبون يكون كل شيء ممكناً مبدئياً. في الأمام محرك قوي ثماني الأسطوانات بسعة 3.8 لتر. ومن نقاط القوة لدى المحرك مرونته، فكثرة عدد الدورات ليست مفضلة لدى المحرك الضخم، لكن الاسطوانات الثمانية تعمل بقوة حتى قبل تعشيق السرعة. قيادة هورش تعني قمة الترف، فأنا أتهادى فعلا باسترخاء في الشوارع، والسيارة لديها تعليق مريح بشكل لا يصدق. آنذاك ظهرت أوائل الطرق السريعة، هنا عصا نقل صغيرة.
يمكن اختيار التعشيق الخامس فتصل السرعة إلى 130 كيلومترا في الساعة. من يقود هاش بكامل قوتها على الطريق السريع عليه أن يتوقع استنزاف خزان الوقود، فهي تستهلك 19 لترا لكل 100 كيلومتر. وكانت هناك خطط لبديل لها أكثر انسيابية، لكن الحرب حالت دون إنتاجها على نطاق واسع. هورش 930 في سيارة رائعة، لكنها جاءت في الوقت الخطأ، ففي عام 38 لم تكن تقدر على شرائها سوى نخبة صغيرة في المجتمع، ومع ذلك حققت مبيعات جيدة نسبيا لتكون في عصرها أنجح السيارات الألمانية الفاخرة بمحرك ثماني الأسطوانات، لهذا فهي بالتأكيد علامة فارقة في تاريخ صناعة السيارات. واليوم يبلغ سعر الكابريو الجيدة منها حوالي 160 ألف يورو.